مشاهدينا اهلا بكم. كشف عضو مجلس الحكم والنائب السابق وائل عبد اللطيف عن هدر مليارات الدولارات على الحمايات المخصصة ل 22 شخصية سياسية في بغداد واقليم كردستان في واحدة من اكبر ابواب هدر للمال العام، وبأن هذه الاعداد الكبيرة للغاية تم الاتفاق عليها منذ عام 2008 وما يزال العمل قائما بها الى اليوم. ففي عام 2008 تم اعتماد منهجين للحمايات وتقسيمها الى الفوج الكبير والذي يضم نحو 750 شخص والفوج الصغير الذي يبلغ تعداده 377 شخص. نتحدث في البداية مشاهدينا عن رئاسة الجمهورية. في عام 2008 كان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد خصصت له حمايات تقدر بلواءين وفوج يبلغ تعدادهما نحو 4728 شخص، إضافة إلى فوج حماية المنطقة الرئاسية والذي يبلغ تعداده 1209 أشخاص، يعني مجموع حمايته 5937 شخص، وهو ما يعادل 8 أفواج كبيرة. طبعا الفوج الكبير الواحد تبلغ تكلفة تجهيزه من طبابة وسلاح ورواتب وغيرها طبعا 3 تريليونات و167 مليار و203 و13 تحديدا ومليون و500 ألف دينار. نائبه عادل عبد المهدي وكذلك طارق الهاشمي خصص لكل واحد منهم 750 شخص، وأيضا تبلغ تكلفة نفس المبلغ. في عام 2010 مشاهدينا احتفظ رئيس الجمهورية جلال طالباني بالحمايات التي كانت مخصصة كما نشاهد. طبعا احتفظ بنوابه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، خصص لكل واحد منهما 750 شخص كحماية، بينما خصص لخضير الخزاعي 377 شخص الذي يحتفظ بهذا العدد من الحمايات إلى الآن، في حين طبعا احتفظ عادل عبد المهدي بحمايته كاملة إلى الآن وهو وزير للنفط. تبلغ تكلفة تجهيز الفوج الصغير الذي خصص لخضير الخزاعي تريليون و329 مليار و295 مليون و382 ألف دينار. في عام 2014 مشاهدينا تم انتخاب فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، خصص له أيضا لواءان وفوج يبلغ عدد أفرادهم 4728 شخص، بالإضافة إلى فوج حماية المنطقة الرئاسية والذي يبلغ تعداده 1200 طبعا و9 أشخاص، أيضا ما يمثل 8 أفواج كبيرة والذي تبلغ تكلفة الفوج الواحد منها 3 تريليونات و167 مليار و213 مليون و500 ألف دينار. أما نواب نوري المالكي خصص له 790 شخص، بينما خصص لأسامة النجيفي وكذلك إياد علاوي 377 شخص. نتحدث الآن عن مجلس الوزراء مشاهدينا. رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي في عام 2008 خصص له 790 شخص كحماية، تبلغ تكلفته 3 تريليون و167 مليار و213 مليون و500 ألف دينار. نائباه برهم صالح، رافع العيساوي خصص لكل واحد منهما 377 شخص، تبلغ تكلفة كل واحد منهم تريليون و329 مليار و295 مليون و382 ألف دينار. في الحكومة الثانية مشاهدينا لرئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي في عام 2010 فقد خصصت له حماية بنحو 790 شخص. نواب صالح المطلق، روز نوري شاويس، حسين الشهرستاني خصص لكل واحد منهم 377 شخص. رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي انتخب في عام 2014 فتبلغ حمايته 790 شخص. نواب صالح المطلق كما سنشاهد الآن وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس لكل واحد منهم مشاهدينا 377 شخص. من خلال تأكيد النائب السابق وائل عبد اللطيف أن حماية وزير الخارجية إبراهيم الجعفري كما سنشاهد الآن 388 شخص. وزير المالية مشاهدينا هوشيار زيباري، إذن هذا الرقم الذي ذكرناه هذا هو السيد الجعفري،
هنا نتحدث عن وزير المالية هوشار زيباري. إذا تبلغ 450 شخص. نفترض أن تكون حماية كل وزير من ال 26 المتبقين طبعا ما عدا رئيس مجلس الوزراء ونوابه، إذا افترضنا أن يكون لكل واحد منهم 400 شخص تقريبا، فيكون الإجمالي 10400 عنصر حماية للوزراء. نتحدث الآن عن مجلس النواب مشاهدينا. رئاسة مجلس النواب عام 2008 فكان رئيس المجلس إياد السامرائي. بعد استقالة محمود المشهداني كان لرئيس المجلس 750 شخص كحماية ونوابة. خالد العطية كما سنلاحظ الآن على الشاشة، وأيضا عارف طيفور خصص لكل واحد منهم 71 شخص زائد 10 الذين يعتبرون الحماية الخاصة المقربة. بالنسبة لبرلمان عام 2010 فكان رئيس المجلس أسامة النجيفي، خصص له 377 شخص كحماية، نائبة قصي السهيل، عارف طيفور خصص لكل واحد منهم 71 شخص كحماية زائد 10 وهي الحماية المقربة. أما برلمان 2014 الذي يرأسه الآن سليم الجبوري فقد خصص له أيضا 377 شخص، نائبة كذلك همام حمودي وآرام شيخ محمد، خصص لكل واحد منهما 71 شخص، كما خصص لكل نائب في البرلمان 30 شخص كحماية مع وجود 328 عفوا نائبا كما سنشاهد الآن، فيكون عدد الحمايات 9840 شخص. إذا هذا هو العدد الذي ذكرناه. هنا مشاهدينا نود أن نشير إلى أن كل نائب منذ الجمعية العمومية إلى هذا اليوم يكون قد خرج من البرلمان محتفظا بعشرة أشخاص كحماية له. فالجمعية العمومية كان عدد أعضائها 275 مجلس، طبعا النواب إلى عام 2010 كان عدد أعضائها 275، ومجلس النواب إلى 2014 كان عدده 325 عضو. يكون إجمالي الحمايات لهم 8750 شخص. نتحدث الآن عن رئاسة الإقليم مشاهدينا. حماية رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني 750 شخص، نائبة كسرة رسول، نائبة هو كسرة رسول طبعا 750 شخص أيضا حمايته. تبلغ تكلفة تجهيز الفوج الواحد 3 تريليونات عفوا و 167 مليار و 213 مليون و 500 ألف دينار. أما مقر مجلس النواب الذي يقع في المنطقة الخضراء التي سنشاهدها الآن ذات الأسوار والأسلاك الشائكة والتي تعج بالسيطرات الأمنية على بواباتها وشوارعها، إضافة إلى طبعا المقار الحكومية التي تتمتع بدرجة حماية عالية بما فيها مجلس النواب. إذن مجلس النواب لنشاهده الذي تم تخصيص حماية له بلغت 679 شخص، هذا طبعا إضافة إلى الحمايات المخصصة لمنازل المسؤولين الذين يسكنون المنطقة الخضراء. يبلغ عدد الحمايات التي ذكرناها إلى الآن نحو 42,000 شخص، ما يراه البعض بأنه يمثل جيشا كاملا، وهم يحتاجون إلى 10,700 سيارة تقريبا. التكلفة الإجمالية لهذه الحمايات تبلغ في العام طبعا نحو 6 مليارات دولار، وإذا حسبناها منذ عام 2008 فإن المجموع سيكون كما نرى 48 مليار دولار، هذا ما عدا حمايات الشخصيات مشاهدينا والهيئات الخاصة ومجالس المحافظات والمحافظين وغيرهم من المسؤولين الذين يتمتعون بحماية. إذا قسمنا مشاهدينا 6 مليارات على 12 شهرا سنجد أن مصاريف الشهر الواحد تبلغ إذن 500 مليون دولار، ما يكفي لصرف رواتب ل 500 ألف أسرة نازحة بواقع $1000 شهريا، أو صرفها على 500 ألف فرد من أبناء الحشد الشعبي الذين لم يتسلم معظمهم رواتبهم منذ 8 أشهر بواقع $1000 شهريا أيضا. يمكن صرفها أيضا على موظفي شركات التمويل الذاتي والذين يتظاهرون بشكل يومي للمطالبة بصرف رواتبهم. مبلغ 6 مليارات دولار المخصص فقط للحماية إذا قارنا مع ميزانية الأردن التي تبلغ
11 مليار دولار، فسيكون أكثر من نصف موازنتها، ويكون المبلغ طبعا نصف ميزانية اليمن البالغة 12 مليار دولار، وثلث موازنة تونس البالغة 18 مليار دولار. مع العلم أن الرئيس الأمريكي مشاهدينا باراك أوباما خصص مبلغ 8 مليارات دولار من ميزانية أمريكا للحرب على داعش في العراق وسوريا. العراق بإمكانه صرف مخصصات الحمايات للحرب على داعش. إذا كان مبلغ 6 مليارات دولار موظف جيد وفي المكان المناسب، لما احتاج العراق لأي دعم دولي لمواجهة إرهابي داعش. لكن ينبغي السؤال هنا، عمن خول هؤلاء المسؤولين باقتطاع لقمة عيش العراقيين وصرفها على حمايتهم؟ هل هو دستور أم قانون؟ أم هي رغبات للسياسيين وعدم ثقة متبادلة فيما بينهم؟ ومن المفترض أن يجيب عن هذه المشاكل ويشرع بتخفيض أعداد الحمايات. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء.